اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل أبو محمد. دام فضلك. الحمودي. يلا نورا. محمد. هلا أبو محمد. شنو بالجدر؟ قبوط. قبوط. أنت قايلة ما أنت مسوية قبوط على الفطور؟ نقصة. ومن منو اللي نقصة؟ زين كذي رضيت الحين؟ ايش فيكم؟ صاير؟ يبا حمود ماخذ من اكل امي مودي نقصه حق بيت الجيران ابو عبد الله وهم معطينا قبوط. شنو؟ ماخذ نقصه من بيت ابو عبد الله جار الفلس هذا؟ بس يا يبا ترى هذيلا جيراننا من زمان وخوش قبوط وولدهم عبد الله صاحبي. غبي انت ولا شنو؟ مو قايل لك ما نبي منهم شيء؟ لا تاخذ منهم شيء؟ قمذ لف ود لهم قبوطهم ما نبي منهم ولا شيء، روح دارك ولا تطلع من دارك الا ما ناديك، اذلف بس يا يوبا بس سوي بس روح دارك انجلع يلا روح. ابو محمد الولد صايم طول النهار والحين ما تخليه يفطر يانا يروح داره؟ بعدين ايش فيها يعني اذا يارنا ابو عبد الله جاب لنا نقصه؟ حق الجار على الجار؟ حق الجار على الجار بكل جيران الا هذا راعي المشاكل ابو عبد الله، ما بينهم شيء، وقولي حق ولدك لا ماشي ولدهم عبد الله ولا غيرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ناقص بعد أبو عبد الله عطينا أكل. أبو محمد هذا يارنا وإحنا في شهر فضيل. سمعتوا عن قصة اللي حط بيته للبيع وكتب عليه بيتي بدينار، يبي يبيع بيته بدينار لكن بيت جاري بمليون، يعني قيمة بيتي دينار لكن قيمة جاري الطيب مليون دينار. فعلا يا مناس عاشت أحلى حياة وصنعت أحلى ذكريات مع الجيران الطيبة، ويا مناس عاشوا النكد والغم والهم والخوف حتى على نفسها من جار والعياذ بالله ما نأمن بوائقة ولا نأمن غدرة ومؤذي جارة بساعات عياله يسلطهم عليهم يكسرون لمباتهم يخربون سياراتهم الصوت وإزعاج الصوت، يعني حياة لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. لذلك احنا ما نستغرب لما رب العالمين جعل إكرام الجار من كمال الإيمان، تخيلوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، يعني مو بس يعني إن يتحمل جاره لا يكرم، يعني أكرمه في أخلاقي في تعاملي أصبح عليه لي شفته سلم عليه ما أصدد عنه حافظ على إني ما أزعجه قدر الإمكان وربي عيالي على ذلك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شرط لكمال الإيمان إنك تشوف تعاملك مع جارك شلون صاير. شفتوا شلون رب العالمين جعل مقام التعامل مع الجار مقام عالي، احترام الجار والإحسان إليه وإكرامه، بل أكثر من كذي قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاث مرات، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، اللي ياره ما يشعر بالأمان من غدر الجار أو إيذاءه أو إنه يضايقه أو يؤذيه أو يسرق من بيته أو تخيلوا. والبوائق هي الغدر والمصائب. سوينا مرة إحنا دراسة وبحثنا في أكثر من منطقة عندنا لأي مدى في علاقة بين الجار وجاره، لكن للأسف وصلنا في دراستنا واطلاعنا في هذه المهمة إلى أن الكثير من الناس
مو إنه يتعامل مع جاره بسوء، لا، كثير من الناس ما يعرف منو جاره، ما يعرف شنو اسمه، من ولده، إيش كثر عنده من عيال، هو شنو وضعه، مريض ولا سليم، حالة عليه نازلة ولا مصيبة، ولا هو عنده فرح. نعم، للأسف إن هذه بدأت تزيد إلى أن هي تصبح ظاهرة، إن الكثير من الناس في كل مرة نقدم هذه الاستبانة نجد أن فعلاً الكثير من الناس ما يعرف جاره. إذن حتى يكتمل إيماننا لابد أن نبادر الإحسان إلى الجار، حتى لو في شر يذوب، ولو الشر هالشرر وهال يعني الخبث في هذا الجار، على الأقل الإحسان إليه من اتقاء الشر. إذن تفقد جارك، حاول إنك أنت تتعرف عليه، تواسيه، تشاركه أفراحه وأتراحه. وعلى فكرة أحكام الجار والتعامل مع الجار ترى للمسلم والكافر، لا يوجد هناك أي فرق في الإحسان والبر للجار. أبو الأسود الدؤلي معروف، مو بس أنه معروف بالحكمة، بل هو الذي وضع النقاط على حروف اللغة العربية، ومعروف من علماء اللغة. في يوم من الأيام باع داره، باع بيته، وراح يدور ويشتري منزل آخر، وبدأوا عاد جيرانه اللي يحبونه يسألون عنه ويلومونه، ليش بعت بيتك؟ فرد عليهم قال: لم أبع داري، إنما بعت جاري، من كثر ما هذا الجار كان سيء العشرة وسيء الجيرة. شوفوا شلون يعني خلد التاريخ سلوك البشر، ينذكرون الناس بالخير أو ينذكرون بالشر. يلومونني أن بعت بالرخص داري، ولو يعلم جارا هناك ينقصه. فالإنسان بطبيعة الحال ما يبي هالنكد وهالغم وهالمولد هذا اللي يكون عايش معه. لذلك الجار بالذات ذكر في القرآن، وجعل الله سبحانه وتعالى من عبوديته الإحسان إلى الجار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى نهاية الآية، فيذكر الله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب. إذن الجار له حرمة، والجار اللي على يمينك واللي على يسارك أشد حرمة وأشد انتباه وتكليف بالرعاية والعناية والإكرام وكف الأذى عنه. وكذلك الصاحب اللي بالجنب، من هو؟ أي إنسان يصاحبك بالطيارة قاعد يمك، هذا صاحبك على يمينك أو على يسارك، في الدوام اللي مكتبه يم مكتبك. تخيل وصانا عليهم سبحانه وتعالى في القرآن، يعني أي دين هذا رقيق وجميل ومليء بالإحسان، يصنع إنسان يعني يتمنى الواحد إنه ما يتركه لو كان هذا الإنسان يطبق أمر الله سبحانه وتعالى ويتحلى فيه. حقوق الجار ثلاث ضوابط ممكن إحنا نذكر أنفسنا على طول فيها. رقم واحد، كف الأذى. قدر الإمكان أحاول إني أكف الأذى من الإزعاج، صراخ اليهال، اللوية، إذا كان عندي مناسبة أحتاج المواقف أستأذن منه، إذا عندي حفلة فيها صوت عالي أو شيء يتم إعلامه حتى يرتب أموره، كف الأذى. رقم اثنين، تحمل الأذى، إني أتحمل أذى قد يبردر منه أذى، هناك قدر لهذا التحمل. بشكل عام نقدر نتحمل بعضنا البعض، لكن إذا عدى خط التحمل ممكن الإنسان إنه يشوف طريقة ثانية، ممكن إنه يطلع من بيته يشتري بيت ثاني أيا كان. لكن يعني بطبيعة الحال كل الناس تغلط وكل الناس تزل، فالواحد يحاول يغض الطرف، ما يسوي من الحبة قبة ويسبب مشاكل، فيتحمل أيضا بعض الأذى اللي يله من جاره. ثالث صفة أو خلق، إكرام. التحول من الكف والتحمل إلى الإكرام. والله طبخت غداء، زدت شوية المرقة وطرشت حق جاري، لكن لي من برا يسعد ويفرح. وكلنا شفنا أيام الحظر بالذات أثناء أزمة كورونا، منو اللي فعلا استمتع؟ اللي كان عنده علاقة طيبة مع جاره. بدأوا الجيران يتعاونون، إذا احتاج شيء، صار في أزمة في بعض الأمور،
وفر الجار يابلة، تنقص له برمضان، الأطفال اللي يلعبون مع بعض في ساحة الأمامية أمام المنزل، في مشاهدات رائعة شفتها. في بعض الجيران شروا أدوات معينة تدخل الفرحة في قلوب الأبناء، مثل اللي يصنعون فيها البانكيك وغيرها، ووزعوا على جيرانهم. نعم، تبين ثمرة هذا الإحسان في أوقات المحن. احسن إلى جارك يحسن الله إليك. من أجمل معاني الجيرة والمحبة اللي تجسدت في التكاتف والتعاون والإخاء، أيام ما كانوا الجيران يطرشون عيالهم يستعيرون منهم بعض الحاجات. أمي تسلم عليكم وتقول عطونا ماعون غداكم، عندنا عزيمة. هذه المعاني تجددت أيام جائحة كورونا، وللجيران الطيبين نقول ولست أدعو سوى الرحمن يحفظكم، يا خير من سكنوا في القلب جيرانا، طبتم فطابت بكل الود صحبتكم، حتى جزيتم من الرحمن رضوانا، أدعو الإله لكم دوما ليكرمكم، في السر عفوا وفي الإعلان غفرانا.